السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في دورة اختصاص في فلتر، البرمجية الشهيرة اللي بتخلينا نكتب كود واحد ونطلع مالتيبل أبليكيشن على أندرويد، أي أو إس، ويب، وكمان ديسكتوب وماك أو إس. يا شباب، أول إشي اسمحوا لي أعرفكم في نفسي. أنا موفق الإمام، طالب دكتوراه في جامعة نابولس في روسيا، ومحاضر في نفس الجامعة، ومدير قسم هندسة البرمجيات في نفس الجامعة. هلا إلي تاريخ طويل الحمد لله في فلتر، وفي إلي خبرة فيها من أول تقريبا ما طلعت. أنا حبيت هاي الفريم ورك الرهيبة وبلشت فيها منذ بدايتها. طبعا الدورة هاي اللي أنا جاي أقدم لكم إياها، الدورة هاي أنا درستها لمختلف الطلاب ومن مختلف البلدان صراحة. درستها في الأردن ودرستها في روسيا ودرستها أونلاين ودرستها على اليوتيوب. تمام، اللي جايب لكم اياها هلا هاي الدوره هي عباره عن تجميع لكل خبرتي في تدريس هاي الدوره من في مختلف الطلاب، اوكي، وجمعت لكم اياها في دوره واحده. عن جد اخذت معي وقت كثير حتى يعني عملتها وطورت المنهاج اكثر من مره ودرستها اكثر من مره. فلذلك يا شباب، انا راح اعطيكم هاي الدوره تدرسوها، وان شاء الله بتمنى انها جد تفيدكم وتخليكم تلاقوا شغل وإن شاء الله تشتغلوا فيه وتكونوا عائلة أو تحققوا أحلامكم اللي بدكم إياها. حاب أحكي لكم يا شباب إنه هاي الدورة درستها كمان لطلاب ماجستير هندسة برمجيات عندنا في جامعة نابولس روسيا، والطلاب حبوها جدا وتركوا الفيدباك هاي زي ما أنتم شايفينها على الشاشة. تمام؟ هلا يا شباب، الدورة هاي مقسمة لست دورات، أوكي؟ بس عشان تاخذوا الاختصاص هذا وتتعلموا فلتر 100%، عندنا 6 دورات لازم ناخذها في هاي الكورس الكبيره. تمام، ويلا خلينا نروح نطلع على السيلبس سوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي، اهلا وسهلا فيكم في دوره فلتر سبيشاليزيشن كورس، الدوره اللي راح تخليك سفاح ايش، سفاح فلتر. تمام، طيب، والشرح كله راح يكون تحت براند ايش بشكل مبسط. سو يلا نبلش. شو راح ناخد في هاي الدورة؟ Flutter Specialization Course راح تضم 6 زي ما انتو شايفين 6 mini courses. تمام، الاولى راح تكون عبارة عن Flutter Basic 101، الثانية Material Design and Theming، الثالثة Asynchronous Networking Programming. تمام، الرابعة Reactive Programming، الخامسة State Management، والسادسة وهي سفاحة Flutter and AI. تمام؟ اشي خرافي. طب هلا رح نبلش نشرح واحدة واحدة. Flutter Basic 101، رح نبلش اول اشي نتعلم فيه عن Basic Widget. فاول اشي رح نتعلم كيف نعمل ايش، رح نتعلم كيف نعمل Text وكيف نعمل له Style زي ما انتو شايفين، كيف نعمل له ستايل زي ما انتم شايفين. راح نحط ايكون زي ما انتم شايفين هون ونلونها ونخليها سباركلينج تلمع. راح نتعلم كيف نكبس على البوتون، اوكي، هاي ايد المفروض اوكي، والبوتون طبعا يعطي ايش فانكشن يعني يشغل الشيء. تمام، وهذا برضو ايش راح نتعلم شيء جديد اسمه ايكون بوتون، يعني شيء سفاح. طيب اللي وراها راح نتعلم ايش، رح نتعلم طبعا هذا السلايد المفروض يكون قبل، بس يلا سامحونا. اللي وراه رح نتعلم ايش، بيسك لاي اوت. في بيسك لاي اوت رح نبلش اول شيء نتعلم كيف ايش نحط الايكونز هيك او الايتيمز جنب بعض في صف ويتسمى رو. رح نتعلم كيف نحط الايكونز كمان هيك عموديا زي ما انتم شايفين. تمام، في كولوم. رح نتعلم نحط الويدجتس في كونتينر زي ما شايفين هون، هاي عبارة عن ايش، هاي عبارة عن كونتينر. رح نتعلم برضو نحط الويدجت في السنتر، انا ليش بعمل في هادي، هتعلم برضو نحط الويدجت في السنتر زي ما انتو ايش شايفين هون. برضو رح نتعلم كيف نحط images، اوكي، وكيف نحط text على الايمج باستخدام الستاك، اوكي، وهون رح نتعلم كيف نعمل ايش wrap كمان. فرح نتعلم يعني رو، كولوم، ستاك، راب، سنتر، كويز، كل هاي الشغلات الموجودة
فلتر. طبعا كل هذول هم عباره عن ايش؟ هم عباره برضو عن ستيتلس ويدجت. فراح نتعلم البيسك لاي اوت ونتعلم ستيتلس ويدجت، واوريدي كنا ماخذين ايش؟ البيسك ويدجت نمبر 1. بعدين ايش راح نتعلم يا شباب؟ راح نتعلم، راح ناخذ لفه في دارت وراح نتعلم شو هي ايش النل سيفتي. اوكي، اول اشي راح نتعلمه راح نشوف هيك كيف دارت بتعمل variables وكذا، وكيف ممكن نحط string interpolation وكل هاي الشغلات ليش اللطيفة. وبعدين راح نتعلم اشي كتير صفح وهو ايش null safety. راح نفهم شو يعني late و required، هدولا two new keywords. اوكي، بعدين راح نتعلم هذا السيمبل شو يعني. اوكي، question mark، question mark dot علامة تعجب dot بعدين double question marks. اوكي، هدول جدا جدا مهمات عشان نفهم ايش النل سيفتي بفلتر. طيب بعدين راح نتعلم ايش الستيتفول ويدجت وشو راح يصير اذا كبسنا على هاد البلس. المفروض هذا يصير ايش 2، واذا كبسنا على ماينس هذا يرجع ايش 1. تمام، راح نتعلم بس نكبس على الايكونز. اوكي، نعمل ايش نستجيب ويصير في عندنا ايش رد من اليوزر وهو اسمه الستيتفول ويدجت. وبعدين راح نتعلم ايش اسمه الديبندنسي ونفوت على موقع بابلو ديف الشهير وعشان نصير ننزل ونستخدم ثيرد بارتي لايبرري. راح نستخدم ايش اسمه فونت اوسم فلتر، بس طبعا خلال الدوره راح نستخدم كثير لايبرريز فضروري تتعلموا ايش يعني هذول الديبندنسيز. تمام، هذه نهايه الكورس الاولى. هلا الكورس الثانيه اللي هي ايش material design and theming. اوكي، طبعا كلنا عارفين شو هو material design، هو عبارة عن اشي كتير خرافي عملته جوجل. اول اشي راح نتعلمه اللي هو ايش text theming. تمام، فالtext theming راح زي ما انتم شايفين راح نتعلم كيف نعمل اكتر من شكل للtext. هم عبارة عن headline 1, 2, 3, 4, up to 6، بعدين subtitle body button وcaption overline. ورح نتعلم كمان يا شباب نعمل custom fonts. زي ما انتم شايفين هدول كل واحدة فونت مختلف عن هو، لا هو فونت كلهم نفس الفونت صراحة، بس هذا اسمه فونت اكزار. اوكي، اكزار رح نتعلم كيف نحطه في التطبيق. زي ما انتم شايفين هو احد الفونتس اللي كثير انا بفضلها. تمام، هلا بعدين رح نتعلم ايش؟ بعدين رح نتعلم رح نتعلم الثيمينج اند ستايل. اوكي، حولي هاي رح نتعلم الثيمينج اند ستايل. كيف شو يعني؟ شايفين هدول الايكونز؟ شايفون هدول الكومبوننتس اللي حاطينهم، هذا تكست وهذه كارد وهي ايكون وهذا بوتون، هدول كلهم ماخذين الستايل من مكان واحد. اوكي، ماخذين الستايل من مكان واحد وهو في بدايه الابلكيشن، في بدايه التري تاعت ايش؟ تاعت فلتر. تمام، هم ماخذين الابلكيشن من هون. راح نتعلم كيف نعمل ثيمينج ونطبقه على كل الكومبوننتس اللي موجوده في السكرينز. تمام، بعدين راح نتعلم ايش الماتيريال ديزاين كومبوننت. طيب شو هم الماتيريال ديزاين كومبوننت اللي احنا شايفينهم قدامنا؟ في عندنا هاي كارد، هاي تشيب انبوت تشيب واكشن تشيب، هاي ليست ستايل. اوكي، وهذا floating action button extended، هذا floating action button، وهذا ايش button navigation bar، وطبعا في عندنا ايش الاب بار. راح نتعلم كيف نعمل كل هذول الشغلات ونعملهم هيك ديزاين لطيف ويكونوا خرافيين ولطيفين. وبرضه راح نكمل على الماتيريال ديزاين اند كومبوننت، وراح نتعلم كيف نستخدم ايش زي ما انتم شايفين البوتوم نافيجيشن بار، وراح نتعلم كيف نعمل ايش الدراور. هذا الدراور انتم شايفينه قدامكم، وبس نكبس على واحدة شو راح يصير فيها. بعدين راح نتعلم ايش الدارك ثيم. الدارك ثيم نفس السكرين هاي زي ما انتم شايفين. اوكي، نقلب بيناتهم. تمام، يعني مثلا بس نكبس على توجل ثيم هون بتصير لايت، وبس نكبس على لايت بتصير دارك. وراح نتعلم كيف نغير الاشكال بمكان واحد فقط في التطبيق. تمام، بعدين راح نتعلم ايش الفونت فورمز اند انبوت فيلد. تمام، هذا هو اسمه ايش، هذا اسمه انبوت فيلد، هذا نكتب فيه. تمام، راح نتعلم كيف نكتب فيهم تكست وناخذ التكست من الانبوت فيلد. يعني مثلا بس نعمل لوجن هون راح نحكي لليوزر ويلكم ونطلع له مسج هون في سناك بار. اوكي، هون ويلكم. تمام،
وهيك خلصنا الدورة الثانية. هلا الدورة الثالثة وهي دورة جدا جدا سفاحة وجدا مهمة، Asynchronous Network Programming. تمام؟ طيب شو هاي؟ هاي أول شيء بتعلمنا كيف بدنا إيش؟ كيف بدنا نشبك How mobile connects to the internet. تمام؟ رح نتعلم شغلات basic و essential زي ما هو الـ API، كيف الموبايل بيشبك على السيرفر، كيف نطلع هذا الجيسون ومنحوله لـ UI زي ما انتم شايفين. طلعوا هاي مثلا name، هاي مثلا جاد صدقي، هاي هم هدول list of friends صح، هاي هم زيد فواز، حنين زيد زي ما انتم شايفين. تمام؟ وهون name احمد علي زي ما انتم شايفين، هاي احمد علي name هاي صار هون، والفون برضو صار هون. تمام؟ فهون نصير نتعلم كيف ممكن نحول الجيسون ل UI. شغله جدا جدا مهمه ما بتمشي فلتر من دونها في الحياه هو الفيوتشرز اسينك اند اويت. تمام؟ راح نتعلم كيف نعمل اسينكرونوس فانكشنز وكيف نستنى حتى يخلصوا في الاسينك والاويت، كيف بيشتغلوا مع بعض. وطبعا راح نتعلم الاشي السفاح والجدا مهم اللي هو ايش الفيوتشرز. تمام؟ بعدين ايش راح نتعلم؟ راح نتعلم الجيسون واليو اي. حكيت لكم سابقا راح نحول الجيسون هاد، راح نحول الجيسون هاد لايش؟ لا زي ما انتم شايفين لا يو اي لطيف زي ما انتم شايفين هون على الشاشه. تمام؟ وراح نتعلم كيف ممكن نطلع كل هاي الشغلات بيسك، يعني مثلا هون اذا في ميل طلع هاي الشاشه، اذا ميل طلع هاي. تمام؟ واذا اكتف طلع صح، واذا مش اكتف طلع غلط، وهكذا. تمام؟ وبعدين راح نتعلم نافيجيشن اند روتس اند بوست اي بي اي. بكل بساطه لما نكبس على هذا البوتن ويك. تمام؟ لما نكبس على هذا بده ياخذنا على هاي الشاشه. تمام؟ وهون بدنا نكتب شغلات ونعمل اد يوزر، وبكل بساطه نطلع ويلكم سكرين نحكي له يوزر ادد. اوكي؟ فرح نتعلم كيف نفتح اكثر من سكرين بفلتر. اوكي؟ ونتعلم كيف ناخذ الداتا من الفورمز. و رياكتيف بروجرامينج، هاي الدوره الرابعه وهي جدا 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 سفاحه، واذا حاب تصير بروفيشنال لازم تاخذ هاي الدوره. بكل بساطه يا شباب رح نتعلم رياكتيف بروجرامينج ان دارت. رح نتعلم شو هي الفيرست ويز امتي لاست لينث سنجل اني كونتين. بعدين رح ندور على هدول element at every first fold for each join last where، ورح نتعلم reduce single where و list to set. ورح نتعلم في شغلات يعني راح نتعلم كيف نستخدم كل هدول بايش زي ما انتم شايفين بفلتر. يعني مثلا هذا الابلكيشن كتير حلو، هاي هي الشاشه الرئيسيه زي ما انتم شايفينها. تمام؟ هاي الشاشه الرئيسيه راح ناخذها. اذا في حال كبسنا مثلا على فلتر باي اتش راح نطير، راح نخلي الشاشه هيك طلعوا يطلع لي بس اللي فلتر باي اتش. اذا كبسنا على ديبريكيت راح اعمل ديبريكيت لليو اي ويصير زي هيك. تمام يا شباب؟ فهاي جدا يعني بنصحكم تاخدوها، وكل هاي رح تصير عن طريق ايش؟ تغيروا هاي الشغلات رح نعملها يمكن بلاين او لاينين يعني اوف كود، بس نتعلم الايش؟ الرياكتيف بروجرامينج. الدورة الخامسة وهي جدا مهمة في عالم الفلتر الا وهي الست ستيت، الستيت مانجمنت. أول شيء رح نتعلمه وهو جدا مشهور وريكومندد باي جوجل، اوكي؟ وهو ايش؟ استخدام البلوك design pattern. رح نتعلم شو هو البلوك وكيف نصنع request و response وكيف نحول لهاي الشغلات ل states ونعمل events في flutter ببلوك بشكل ايش؟ بشكل مبسط. المشكلة في هذا البلوك انه كثير في ناس شرحوه بطريقة خطأ، اوكي؟ بس انا ان شاء الله جايب لكم طريقة جدا جدا سهلة رح تتعلموه بشكل جدا سفاح، اوكي؟ طبعا احنا هون رح نشرح بلوك ايش؟ بلوك 2 لانه هو الجديد. وطبعا الاشي المفضل عندي وهو الخرافي provider practical user. راح نتعلم كيف راح نعمل provider وتحديدا اللي هو change ايش notifier provider. اوكي؟ بكل بساطه البروفايدر مثلا احنا عندنا لما نتعلم بفلتر في عندنا مثلا داتا، والداتا هاي بدنا نعطيها لاكثر من ويدجت في الويدجت 3. هاي اعتبروها ايش؟ هاي اعتبروها الايش يا شباب؟ هدول اعتبروهم التطبيق، يعني هاي التطبيق وهدول كلهم ويدجتس. تمام؟ وانا البروفايدر اوف بدي اعطي الداتا اللي فيه للويدجتس هون. اوكي؟ راح نتعلم ان شاء الله.
والأخيرة والناس كلها بتنتظرها، وهي كيف نطبق فلتر، وكيف نطبق الـ AI الذكاء الاصطناعي جوا فلتر. تمام، أول إشي رح نتعلمه، هم رح نتعلم شغلتين، رح نطبق الـ Computer Vision والـ NLP Natural Language Processing. أول إشي رح نعمله اللي هو الـ Barcode Scanning. أوكي، Barcode Scanning زي ما انتم شايفين هاد QR، هاد linear barcode. اوكي، رح نتعلم انه نعمل ابلكيشن يعمل سكان لهم، مش بس لوحده، يعمل سكان لاكثر من وحده ويطلع لنا قيمتهم، مش بس قيمتهم، حتى يطلع لنا التايب والفورمات تاعها. زي ما انتم شايفين اول وحده هاي استك، الثاني وحده اللي هي هاي اللي هي فورمات كود بار، والثالث اللي هي ايان 13، وايش الداتا اللي فيهم. طبعا هي اللي جوا الداتا اللي فيها هي هاي الداتا اللي فيها اللي فيها هذول السكان. تمام، بعدين رح نتعلم ايش التكست ريكوجنيشن. التكست ريكوجنيشن زي ما انتم شايفين من طول التكست من الصوره ومن حوله لتكست زي ما انتم شايفين هون، اشي كتير حلو وان شاء الله رح يكون مفيد. بعدين رح نتعلم ايش الفيس ديتكشن. زي ما انتم شايفين هاي البنت، تمام، عملنا فيس ديتكشن لوجهها. اوكي، نو عملنا لوجهها، وبعدين شوفوا بنصير نشوف اذا بامكاننا نعرف اذا الوجه سمايلينج او الوجه ايش وينكينج. هاي وينكينج انسى، رسمي سيء. طيب بعدين راح نتعلم ايش اشي كثير سفاح، وهو الايش الايمج ليبلينج. بكل بساطه يعني نعمل ريكوجنيشن للايمج ونفهم شو هي. زي ما انتم شايفين ايش هاي الصوره، هي عباره عن الاي اي موديل عندنا فهم انها فود. اوكي، بكونفيدنس 96%، فروت، بلانت، فيجيتابلز. طبعا في ليست طويله تحت ايش هو قدر يشوف اليو اي الاي اي تاعنا. بعدين راح نفوت في عالم الايش الان ال بي ناتشورال لانجويج بروسيسنج. اول شيء راح نعمله اللي هو ايش ايدنتيفاي اللانجويج. نكتب هون مثلا كلمه بالروسي، هون مثلا كاتبين احنا دوبرا باجاوستا ناكوروس، معناها اهلا وسهلا فيكم في الدوره. تمام، هيها باللغة الايش رو، معناها روسية. طيب بعدين راح نتعلم اللي هو ايش ترانسليت لانجويج. راح نعمل ايش شباب، زي ما انتم شايفين زي جوجل ترانسليتر، نكتب هون بالانجليزي بعدين نترجم بالعربي. طبعا جوا في الكود راح تقدروا تترجموا لاكثر من لغة، وراح اعطيكم تاسك انكم تخلوها زيها زي جوجل ترانسليتر، يعني بامكانك تعمل انت جوجل ترانسليتر لوحدك في هاي الدورة. تمام، و بعدين راح نتعلم ايش يا شباب، راح نتعلم شغلتين. الاولى راح نعمل زي تطبيقات اللي هو بيبل كاونتر، راح اعطيكم تاسك تعملوها. زي ما انتم شايفين بنحط هاي الصوره وراح نطلع عدد الناس اللي في الصوره ونعملهم برضه ديتكشن للفيس تاعهم. وبعدين في عندنا تطبيق اسمه ويكيبيديا ترانسليتر. ويكيبيديا ترانسليتر بكل بساطه بنحط اللغه، لغه الارتكل، ايش الارتكل اللي ندور عليه، بنكبس على هذا البوتون بروح لويكيبيديا سيرفر، بعدين بيجيب لنا التكست، والتكست بعدين احنا بنعمل له ايش ترانسليشن، يعني تطبيق عملي لكل هاي الشغلات.